نروح سريعا لعلي عبد العال والشماعة الجديدة. العسكر عملوا شماعة جديدة جنب شماعة الإخوان، مش بديلة ولكن هي شماعة جديدة. هيقول لك إيه؟ عارف أنت زي العين صابتني ورب العرش نجاني، كنا هنخلي العامل أقل عامل ياخد 4000 جنيه بس الكورونا منعتنا. كنا هندهن الهوا دوكو بس الكورونا منعتنا. كنا هنعبي الشمس في أزايز بس الكورونا منعتنا. كنا هنطلع القمر بس والله يا ولدها غصب عننا، كنا ناويين بس الكورونا منعتنا. الكورونا منعتنا ده السيستم الجديد او ده السلوجان الجديد اللي هيستخدموه كلهم، كورونا الشماعة الجديدة لنظام فاشل على رأسه فشلة شغال فيه مجموعة من الفشلة والذين لا يستحون. الناس بتكسفش وما بيستحوش. اهو رئيس البرلمان مرتب العامل كان هيوصل 4000 جنيه لولا أزمة كورونا يا جماعة، والله كنا عايزين نديهم 4000 جنيه بس جات الكورونا ولا مؤاخذة في زمن الكورونا فرقونا وعن المرتبات لا تسألون. طب الخبر ده بس لا، تعال عشان نشوف كورونا عملت فينا ايه. الاندبندنت طلعت كده بخبر لذيذ امبارح، قالت لك في 15 يوم المعلم بتاع الكورونا دبسنا ودبس ولادنا واحفادنا يمكن في 15 مليار جنيه، في 13 مليار دولار. 13 مليار دولار مصر تقترض 13 مليار دولار في 15 يوم، والله كنا عايزين نقترض 130 بس الكورونا يا جماعة زي ما انتوا فاهمين. ده علي عبد العال ستايل. 30 مليون جنيه إضافية هنوديها لأجور قضاة المحكمة الدستورية. قضاة يعني المحكمة الدستورية دول يأكلوا عيالهم يشحتوا أهو. مصر 30 مليون جنيه إضافية لأجور قضاة المحكمة الدستورية بس كده؟ لا لا يا فندم مش كده، ده احنا هنعمل قرار في مجلس او برلمان السيسي علشان نزود الدعم بتاع بدل العدوى وبدل المش عارف ايه وبدل الحصبة وبدل الكلام ده كله للضباط في الجيش والشرطة والقضاء. انما الطبيب عادي يفضل 19 جنيه، ايه المشكلة يعني؟ ما عندناش مشكلة. انما العامل عشان برضو الامانة الدكتور بياخد بدل عدوى 19 جنيه والعامل الحمد لله بياخد بدل عدوى 14 جنيه. مصر تعلن خصم 1% من رواتب العاملين في الدولة المساهمة في مكافحة فيروس كورونا. قبل كده عبد الفتاح السيسي قال 100 مليار جنيه لمكافحة كورونا. منين بتقولي ان انت بتكافح كورونا ورصد لها 100 مليار وانت بتاخد 1% من رواتب العاملين في الدولة لصندوق تحيا كورونا او القضاء على كورونا؟ ومنين بتاخد على حس موضوع كورونا في 15 يوم حوالي 13 مليار دولار من القروض اللي هنسدها احنا واولادنا واحفادنا؟ اسئلة محتاجة اي حد بيفهم في اي حتة يجاوب علينا. طيب يكونش ال 100 مليار دي خدها علشان يدي العمال بدل ما اصحاب العمل يسرحوهم مثلا؟ ممكن. نزلنا وشفنا العمال بيقولوا ايه، لقينا ان العمال بيتسرحوا من شغلهم علشان كورونا ومفيش دولة ومحدش باصص لهم اصلا. الناس دي تعمل ايه وتاكل عيالها ايه؟ انا راجل عن نفسي اتصبت في المصنع ومصر راح مني. الحل اللي قدامك ده مش راجل عجوز، ده شاب 37 سنة. فالمصنع بالظروف اللي احنا فيها مش هيجدد عقود. ثانيا في ناس لسه ما كملتش الثلاث شهور، الناس دي برضو المصنع بيقول لهم شكرا احنا مستغنيين عن خدماتكم في الوقت الحالي، في الوقت الحالي عشان الظروف دي. يا راجل مستثمر عامل يا راجل يا باشا وكرم يا باشا، وقالوا كمل 10 سنين وتقضي معاش بعد كده رموني بره. منح جميع العاملين بالمصنع اجازه مثلا انتشار فيروس كورونا، بس هيتم حصر الاجازه من رصيد الاجازات السنويه. ففي حاله عدم وجود رصيد سيتم الخصم من الراتب اليومي. حتى
الاجازه اللي خدناها، الاجازه اللي هم ادوها لنا كلها احنا اشتغلناها على حسابنا، خصمها من المرتب. مين المصلحه الحكوميه دلوقتي ولا اي مكان هيشغلهم؟ مين اللي هيشغلهم في الظروف اللي احنا فيها دي؟ ناس يا جماعه اهي بتعاني وبتسيب مصانعها ومفيش 100 مليار، وفي 1% من المرتبات بيتاخد علشان كورونا، وفي قروض بتتاخد. القروض بتتاخد علشان يعملوا ايه حضرتك؟ عندي اهو والله قرار هنا اهو، قانون جديد تحت قبه تحت القبه لصرف بدل عدوى للسلطه القضائيه والشرطه في مواجهه كورونا. عايز يصرف بدل عدوى للشرطه والقضاه. طب والممرضين والدكاتره؟ لا، الناس مش لاقي حد يغسل جثثها ادوهم. لا، ده اللي حاصل في مصر ببساطه.